تعتبر كنيسة القيامة من أقدس الكنائس وأكثرها أهمية لدى مسيحي العالم، حيث يوجد فيها القبر المقدس الذي يشير إلى قيامة السيد المسيح بين الأموات. وقد بنيت الكنيسة في العصر البيزنطي عام 326 من قبل الملكة هيلانا والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير، واستغرقت عملية البناء نحو 10 سنوات. نورسات زارت الكنيسة وعدت التقرير التالي. قبل الدخول إلى كنيسة القيامة التي تقع داخل أسوار القدس، نرى المبنى تعلوه الأجراس، وباب كبير من خلاله ندخل إلى الكنيسة لنرى أمامنا حجر التكفين أو التطيب الذي يتبارك المؤمنون منه عند الدخول، وأيضا نرى الجلجثة ها هنا التي يؤمها الآلاف من السياح يوميا، كما نرى الأعمدة الكبيرة تتوسط الكنيسة التي بنيت بشكل رائع، فيها حجارة تتكلم عن قدسية المكان. هنا القبر المقدس الذي تعلوه الزخارف والصلوات والتأملات، منقوشة على الحجر باللغة اليونانية القديمة. نرى التأملات من كتاب يوحنا الدمشقي تمثل صلب وموت وقيامة السيد المسيح له المجد. داخل القبر المقدس نرى قطعة من الحجر الذي دحرج، ونرى أيضا الرخام يغطي حجرة الدفن. والدخول للقبر المقدس يكون بكل خشوع وصمت، حيث نرى غرفة صغيرة. من هنا نعيش قيامة ملك الملوك. My first time here in Jerusalem. It's very moving, very touching, and at the same time very sad. But I'm very happy to be here and to see it all myself. In the past, I've only seen it in movies and in books. So reality is very real here. So glad to be here. العائلة المسؤولة عن فتح وإغلاق كنيسة القيامة، وهذه الوظيفة نتوارثها من الأب إلى الابن. وابتدت من القرن السابع الميلادي من العهد العمرية، بعدين الفترة الصليبية أجوا الصليبيين أخذوا الكنيسة، بعدين أعادت إلينا الوظيفة من زمان صلاح الدين. زي ما شايفين الكنيسة مكتظة بالحجاج، خاصة من الدول الشرقية في هذا الوقت، ونقول للناس كلها وأهلا وسهلا إلكم ولأهلنا في الأردن ولجميع العالم، كل عام وأنتم بخير. كل الكنائس لها حقوق ومكان للصلاة في كنيسة القيامة، مثل الأرمن والروم واللاتين والسريان والأقباط، ولجميع الكنائس أيضا تصلي هنا تحت هذا السقف. والقبة التي تعلو الكنيسة عليها شمس حتى تذكرنا بشمس البر. والجدير بالذكر أن القبر المقدس قد رمم قبل عدة أعوام، وما زال الترميم قائما حتى يومنا هذا في أرضية كنيسة القيامة. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة القيامة القدس.